لكن محتاجين ندخل بسرعة في عناوين الحلقة وندخل نشوف ترندات النهاردة وعناوين حلقة النهاردة من برنامج الترند. في ترند الأهلي، الفريق الأول يواجه إنبي الليلة في الجولة 32 للدوري. كمان في ترند الأهلي، الخطيب يفتتح مجمع البنوك الوطنية بفرع زايد. وفي الترند العالمي، الصحافة الإنجليزية تصف محمد صلاح بالبطل بعد إنقاذه مشردة. طبعا النهارده عندنا تفاصيل كتيره، لكن النهارده ايضا كمان في مباريات مهمه جدا. اول اللقاءات او اولى المباريات مباراه بيراميدز ونادي اف سي مصر في حدود الساعه 5:30، يعني بتحوالي نص ساعه من دلوقتي. بالتاكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه لنادي بيراميدز بينافس على الوصافه والمركز الثاني املا في المشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. ايضا كمان المباراه المرتقبه واللي بتهمنا بشكل كبير مباراه انبي والاهلي الساعه 8 على ملعب الاهلي والسلام، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي للخروج بهذه المباراه بنتيجة إيجابية بالنسبة للمرحلة القادمة عشان يكون في معنويات كويسة وجيدة قبل مباراة الوداد في البطولة الإفريقية، في ظل أن قائمة النهاردة بعد ما أعلنها بيتسو موسيماني بتضم 8 لاعبين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند الترند، وعندنا مجموعة من الأخبار والعناوين الإخبارية المهمة لكل مشاهدي قناة الأهلي.